السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. سوريا تكلم عن إلغاء الجزائر الاحتفال بعيد الثورة أول نوفمبر بسبب الأوضاع الحالية في فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. درسنا لليوم احترام الجار. لما كنا صغار علمونا أهلنا لما يكون جارنا بمأساة نواسيه، نوقف حده، حدا توفى من الجيران وعنا فرح نأجله أو نعمله على الساكت احتراما للجار، يحس أننا واقفين بمحنته. وفي الأيام هذه هذا مجروح، واليوم بالذات هذا عنده ذكرى عظيمة، ذكرى اندلاع الثورة التي دامت أكثر من قرن ومراسم احتفالها لا تفوت. وهاد هو عم ينزف جوارينه ولا على بالهم مواسم وحفلات ورأسه وغني وإلى آخره، ولا كأنه صاير شيء ولا على بالهم هدول الجوارين ها تبع هاد. وهاد اللي بآخر الحارة ألغى مراسم ذكرى عظيمة لإله احتراما لحزن هاد. أقل شي فينو يعمله هاد لهاد ليحسس هاد أنه نحن مع هاد. لذلك أنا أو نحن أيها الطلاب نقول لهاد، أنت لك مننا كل الحب والاحترام، والله يرحم شهدائك، والله يرحم شهدائك. افهمتوا يا جوارين ولا اشرحها بصيغة اخرى؟ انتهى الدرس اليوم.